أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أوصت وزارة الصحة في بلاغ اليوم الأربعاء الحجيج باحترام الحجر الصحي الذاتي لمدة 7 أيام إثر الرجوع إلى أرض الوطن والعودة إلى منازلهم. كما دعت الوزارة الحجيج إلى مواصلة اتخاذ نفس الاحتياطات الوقائية المتمثلة في غسل اليدين وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي واستعمال الأدوات الشخصية. هذا وقد شددت في بلاغها على ضرورة تجنب مخالطة الآخرين عند ظهور أعراض كوفيد-19 أو الزكامة. يشارك وزير الشؤون الخارجية عثمان الجراندي في أشغال الدورة العادية 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي ستنعقد يومي 14 و15 من جويلية بلوسكا عاصمة زامبيا. ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، سيتباحث المشاركون خلال اجتماعات المجلس التنفيذي بشأن تطور الأوضاع في القارة واعتماد التقارير الخاصة بمختلف هياكل الاتحاد الأفريقي، لا سيما تقارير اللجان التابعة للمجلس التنفيذي وتقارير اللجان الفنية المتخصصة. أحصت وحدات الحماية المدنية 38 حالة وفاة بالشواطئ التونسية منذ انطلاق الموسم الصيفي لهذا العام، وذلك وفق بيانات نشرها اليوم الأربعاء المتحدث باسم الحماية المدنية، والذي أضاف أن وحدات الحماية المدنية قامت منذ غرة جوان الماضي وإلى غاية اليوم الأربعاء ب93 تدخلا للنجدة بالشواطئ، مضيفا أن حوادث الشواطئ أسفرت عن 38 حالة وفاة و72 إصابة. دوليا نظم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم الأربعاء وقفة للمطالبة بمحاسبة قتلة الصحفية شيرين أبو عقلة تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة. وتجمع الصحفيون المشاركون في الوقفة قرب برج الجلاء الذي دمره كيان الاحتلال في ماي 2021، والذي كان يضم مقرات لمكاتب وسائل أعلام بارزة مثل قناة الجزيرة القطرية. نهاية الموجز، قدمته لكم أحلام العامري. متابعة طيبة لبقية برمجتنا الإذاعية في أمان الله. موجز الأخبار على الحياة فاهمة.